دورا فيت سول كينغ زامر. ورجعنا لكم جديد مستمعينا ومشاهدين على راديو بلس. مرحبا بكم. كيف قلت قبل الاغنيه ديال سول كينغ اللي تحضر معايا مجموعه ديال الضيوف داخل البلاطو اللي غادي نبغي نرحب بهم واحد بواحد. وغادي نبدا بخالد اي كي اي ديم. مرحبا بك خالد. دابا شوف نقول لك واتساب برو ولا نقول لك صافا خويا ولا شنو اللي بغيت نقول لك؟ هاني الدارجه بخير شي مزيان بيس بخير على ما يرام. الله يحفظك. ونبغي نرحب ايضا باسماعيل اي كي اي زنزان. اسماعيل مرحبا خويا. شكرا. هاني مزيان اخويا الله يحفظك. انت هاني الله يعزك. يعزك يتوب يتوب. ياو ياو. ايضا عبد الله مرزاق الملقب بعبد الاسمر. مرحبا بك عبد الله. هاني قرب شويه الميكرو. كل شيء على ما يرام. نهار كبير هذا. مرحبا بكم معنا في برنامج كيتور شو. مرحبا بكم. نتمنى اننا ندوز واحد الساعه نستمتعوا فيها جميعا ضروري حنا والمستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا ايضا على راديو بلس. نبدا بخالد ديمكا. مجموعه ديال الناس اللي بيان سور كيعرفوا مي الناس اللي ما كيعرفوكش شنو تبغي تقول لهم على ديمكا؟ هو باشي ماشي كلشي كيعرفني. هي حنا نشوف يعني التعريف كيكون ماشي الناس اللي كيعرفوا حيت اللي كيعرفوك راه بيان سور كيعرفوا. المهم التعريف ديالي هو انا خالد بروديكتور. كندير الموسيقى مي الموسيقى كنديرها ماشي ما كنركزش فراسي بزاف. كنركز اغلبيه الناس اللي كيشجلوا واللي باغيين فاس. كنركز على الناس ديال دريد فاس. كنحاول نخدم معاهم نعطيهم الجهد ديالي. ما كنعطيش الجهد ديالي انا ما كنعطيش راسي. كنعطي الاغلبيه للدراري. و برودكسيون هي اللي كنركز فيها الكومبوزيسيون الميكساج الريكورد داكشي. و انا كرابور كنخدم مره ديسك ديالي وعندي ديجا كليبات وعندي لاشين نتيني كنخدم فيها ولوح ماشي هي راسي كنلوح للناس الدراري ديال فاس كيما كتعرف. وصافي هذا هو التعريف ديالي. بيان سور غادي نهضروا على يعني البرودكسيون مع الدراري وايضا نهضروا عليك كرابور في هذه الحلقه هذه ونهضروا على بزاف ديال الحوايج. ندوز عندك اب اسماعيل زنزان. مرحبا. بيان سور كل الناس اللي كيعرفوك الناس اللي ما كيعرفوكش اسماعيل. اسماعيل مواليد 1995. راك ديجا تيعرفوني كي قلتي شي واحد يمشي واحد اللي ما تيعرفونيش. تنخدم الموسيقى بالراب في بي ار برود وتنخدم مع الريكورد تنشد مع في برودكسيون شي خدمات هكا. المهم تنتعاملوا بينات. ديجا باي ذا واي ديجا عنده ميكس تيب موجدها وحاطها مازال ما باغي نخدموها كامل ان شاء الله في هذه الحلقه هذه. غادي نعرفوا بزاف ديال التفاصيل في هذه الحلقه هذه. نتمنى انكم يعني تستمتعوا معنا وايضا يعني الاتصالات ديالكم مرحبا بها في رقم 0532300021. التعاليق ديالكم ايضا غادي نقراوها وغادي نجاوبوا عليها. كريم تحيه السي سعد وتحيه للجميع. شكرا لك كريم. شكرا للناس اللي كيشاهدونا ايضا. الموفق التحية إلى الصديق سعد القديري. شكرا لك خويا الموفق ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم كولتور شو. فندوز عندك ديمكا. دابا واش نعيط لك خالد ولا ديمكا في الحلقة؟ ديمكا البروديكتور خالد. مرحبا خويا ديمكا. ديمكا أنا نبغي يعني نرجع بك اللور شوية. هي مثل اللي عاد غادي تدخل لهذا الدومين ديال البروديكسيون ديال الراب. كيفاش جاتك الفكرة؟ كيفاش زعمتي أنك يعني تدخل لهذا الدومين؟ سؤال زوين. انا بديت كل شيء زوين يكون في هذه الحلقه. داكشي انا الكونسيبت ديال الحلقه كل شيء نورمالمون مزال. سؤال سيريو زوين. بديت صغير فهمتيني. كنت كيما كنقرا اول حاجه راك عارف القرايه كنت كنقرا ابار الموسيقى وداكشي. بديت في 2006 كنقول في 2006 بديت كن ما كنت كنقرا وباقي صغير وكاين هذه كيسيون زوينه من جبتيها جراتني الموسيقى على القرايه. هذه راه واحد الحاجه وقرات اون ميم طون مي جراتني الموسيقى يعني عطيتي وقت كبير للموسيقى. يعني بديت شكون الانسبيراسيون ديالي وباش اللي خلاني نجر الموسيقى هي لا فامي. واحد خوالي كانوا ديجا كيديروا الموسيقى وما كيديروش الراب ولا شيء. كانوا كيديروا الميتال الميتال والفيزيون. تما انا كنشوف السلوكه والجيكان وداك تما فاهم لما ديك الساعه فاهم وعجبني داك الشيء. مزيان عجبني داك الشيء وبقيت عجبني داك مآثيري معاهم وكنمشي نجلس معاهم. هما كبار عليا ديجا كنت ديك الساعه انا صغير فهمتي. كبار عليا كنجلس معاهم فهمتي. في عمري 2006 دابا في عمري 27 عام فهمتيني. بلا ما نبقاو نديرو الكالكيلي وبلاش. كنت ديك الساعه كنسمع داك الشيء وهذا. من بعد شنو كنت فاش شافوني دخلت معاهم وكنجلس وكنعرف الجاي كان كيفاش نركب وطاب الميكساج وكذا ونهز الميكرو وكنغني معاهم عجبهم هما الحال فهمتيني.
انت ما دك بحال اللي كنقولوا دك فيك داك الفيس ديال انك الموسيقى الموسيقى وبقات هكاك وهما مشاو كل واحد فين مشد مستقبله انا كنقرا وهي هذيك الوقت غادي وصلت 2008 تما جاتني فكره انني علاش ما نديرش انا راسي لا اول حاجه كنت كنمشي للاستوديو كنسجل فيهم كيجيني داك الشيء اللي كيدير يخدموا لي ما كيقنعنيش انا كشخصيا مزيان بان لي انني ندير شي حاجه ديالي ما بقيت كنشوف شنو عنده هذا شنو عنده هذا شنو كتحتاج هذه شنو هذيك جمعت ميكرو جمعت فلوس ديك الساعه كنقرا ما عندي لا فلوس لا والو كنقرا جمعت نشري ميكرو طاب الميكسا الصغيره برونشي داك الصوت فيه النويز وكتخدم وكتقاتل وتميكسي وتحيد داك النويز وكتعلم في لوجيسيالات واللوجيسيال اللي صالح واللوجيسيال اللي ما صالحش كيبقى مع الوقت مع الوقت من بعد درت استوديو برو مزيان دابا لحد الان وبخير غادي وليت كنسجل راسي من بعد الناس كيسمعوا داكشي اللي كنسجل انا وكيعجبهم وبقيت كنسجل الدراري صحابي هكا غات وي بيناتنا مي البلان بقى يكبر يعني الدراري بقاو كيجيو عندك كتسجل يعني بحال اللي سرات عليك الخدمه وانت من بعد حاول ترد بروفيسيونيل وانفيستي داكشي بصح ما نبقاش ما نخليش يعني وبقيت كنقرا ومايم مع القرايه وحتى ما حد كنقرا وبغيت نشوف درت الاوديو فيزيير واحد العام قريت فيه مهم كملت فيه وزيت تعرفت مزيان زيت تبحت على داك الشيء ودابا الحمد لله بخير عندي استوديو خدامين مع الدراري وخدامين مع راسنا ومرحبا باي واحد بغى يخدم في فاس ان شاء الله ودونك مثلا غادي نهضروا على بزاف ديال هاد التفاصيل ونمشيو عند زنزن مرحبا فوقاش اخويا بديتي الطومين كيفاش جاتك الفكره كيفاش علاش اختاريتي الراب ما اختاريتيش ستيل واحد اخر يعني حيت كنت كيكونوا في الصغر ما بديتش انا صغير بزاف كاع تشوف واحد اللاج اللي يكون هكا داك 16-17 عام باش بديت الراب ما بديتش انني انا عندي فكره انني غنوض للاستوديو نسجل ندير شي حاجه كان عندي فكره غير كنحط الورقه هكا ونجلس بحال اللي كنقولوا كيقولوا بالدارجه ديال الناس تفاجي كتجلس تتفاجي صافي مع ليام 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 جا واحد الصديق ديالي هذيك 2010 وقيلة هبطنا عند واحد الدراري في مدينة قوزيرا ريكورد لا ديجا سجلنا عندهم هذاك كان عندي أول تراك تمايا هذيك هي البداية ديالي أول تراك عندي تمايا ابخي بدينا تنخدمو كدا فسري قلت لنا علاش ما فهمتي لقيت داكشي بحال اللي راك عارفهم كيتعاملوا معاك داك الناس اخي اللي عمر اسلع مازال كنذكرهم بالخير مازال كنذكرهم بالخير واخا ما عقلتش عليك درت اللحيه وشرفت فهمتي اخويا العزيز صافي بقات هكاك وصلت لواحد لابيريود اللي خصك تختار ما بين القرايه يا دير شي حاجه فهمتي وكتشوف ان الراب في داك الوقيته في داك لابيريود هذيك ما يعطيك حتى حاجه غير كتعطي فيه انت غير كتطب فهمتي الوغ قلت بحال اللي ماشي حبست بحال اللي غير نسيت داك بحال اللي عمرني كنت كندير داك الشيء تقلبت للقرايه كدا شديت الباك ديالي مور الباك هي هذيك صا مور الباك راك عارف لافاك ما فيها ما يدار ديزيكول بريفي ما تلاقيت انا والصديق خالد اللي كان عنده في الاول بي ار برود القديم ماشي هذا جديد خدمنا فيه هو اللي لقيته الصراحه د الله هو اللي لقيته اللي فهمتي اللي عطاني السيبورت وعاوني اللي خلاني بحال اللي نرجع داكشي اللي خلانا نخدموا دابا راه حنا خدامين في لاميك ستيب وحنا معاك ان شاء الله غادي نهضروا عليها بيان سور ان شاء الله يا ربي عبدو حنايا بما اننا في الحلقه باش ما نزيدوش نضيعوا الوقت انا ما كرهتش زعما ترسم لنا شي حاجه هنايا ياك مباشره حنايا او ميم طون هنايا في اللايف ولكن على ما نجيو نساليو الحلقه ديالنا نشوفوا الرسم ديالك من غير لا واحد اللي غادي نشوفوهم دونك ممكن على راسو شنو ترسم على راسو العين نشوف شي حاجه ونرسمها خصنا نعرفوا مرحبا عندي رسم البلاطو مرحبا عندي واحد التحدي كنت انا كنديرو كنعطيك انا كنقرا في القسم في المدرسه وكنقول شي واحد هاك خرميزه كعاد تخرمز خرميزه وكنشوف فيها وكنطلع منها شي حاجه هذه كنت كنديرها ديما هذه انا عيت كنت كنخرمز راه حتى هو كان كيخرمز راه يعرف هذا البلان كنت كنرسم رسمه حتى تلقى ماط وكيبقى بدازو عليها كتوقع لك زعما كاين القضيه كاين هذه القضيه دونك شنو ترسم لنا البلاطو اها مرحبا بالضيوف باللي حاضرين بكلشي براسك حتى انت اللي باس ان شاء الله سي بون بلا يحشم بلا غيجي بكلشي سي جمال دحمام بلا غيجي تا هو نورمال شنو خصك دير تسحب التليفون
وتصور له ونعطيوها التصوير. هذا هو هذا هو من احسن فنان ولا شي كاين اللي كيعاون باش ما تبش حتى ليماجيناسيون ما تعذبوش ليماجيناسيون دونك نديروها نعطيوها شكون عندي شي تليفون نضربوا له التصويره من البعيد وعطيه يتمشغل فيها. يوسف عجب يوسف ضرب التصويره للبلاطو كامله وخلي له التصويره قبالته يتانسبيرا منها ويعطينا اللوحه. يلا نضحكوا كلنا في التصويره. شتي سالم تشيز نزبره اللي كيستمعوا لينا بالتردد سامعين السكات. راه حنا كنا كنصوروا باش نعطيو لعبدو الاسمر ياخذ التصويره باش يرسم لنا من هنا النهايه ديال هذه الحلقه هذه. واكيد غادي نلوحوها في لاباج فيسبوك باش اللي يدخل لاباج غادي يلقى الرسمه في لاباج. دونك انت كتصور له 3 دي تصور من هنا من هنا من هنا وتعطيه هو عندك شي ماكينه ديال 3 دي وتعطيه هو يجمع. دونك سي بون حل البلاطو ولا غيجي وغاديو بلس. شو شو ترسم البلاطو تكتب لتحت اللوغو ديال غاديو بليس. علي عبدو تصبيقات علي عبدو هذا دابا راه شالنج عطيناه جو حلقات ميسيون امبوسيبل راه. وما تنساش راه فاش ندوز باش نهضر معاك تبقى تهضر معايا وانت كترسم. مرحبا على راسو سير على راسو صافي انت كاع من هذاك السمانه حنا في لا لا سو با خالد ديمكا. دونك كيف قلتي لنا يعني شفتي عائلتك انسبيريتي منهم دخلتي لهذا الدومين هذا من بعد درتي الفيزيو ديالك انسبيريتي من اي واحد كان حيت ما كانش لا هدرت انا على الاول اللي شفتهم كيديروا الفيزيو. دونك من بعد درتي الاستوديو ديالك ومن بعد بديتي يعني كتشجل للناس لحد يومنا الان. دونك من 2006 لدابا وقع واحد الشونجمون كبير في الدومين ديال الراب سيرتو. دونك يعني نسولك بحكم الاحتكاك ديالك اليومي مع الناس ديال الدومين هذا من الوقيته اللي بديتي لدابا كيف كتشوف هاد التغيرات ديال الراب؟ شونجمون ماشي في الراب, شونجمون واعر في المزيكا المغربيه. وي انا بغيت نحصرو في الراب سيرتو الراب الفاسي حيت باش تفهم انا ما كنخدمش غير الراب كنخدم شي راب ونعطيك شونجمون واعر للمزيكا المغربيه حيت لاحظتي واحد الحاجه راه في واحد الوقت كانت المزيكا الموسيقى المغربيه ما باخداش هي الصداره ضرب ميسار ميسار الخليج المزيكا المغربيه الموسيقى المغربيه في هاد الاعوام التاليه تطورات ديفلوبات بزاف الراب اي ستيل مي الراب كنشوفو انا بدا مزيان وسلام مع حسن مزيان يعني بدا جينيراسيون قديمه عندها واحد لو شارم ديالها والجينيراسيون الجديده عاوتاني قلت لهم ما كتعرفوش. انا كيبان لي الدومين دابا محد الان كنشوف دراري وكنشوف الناس الافكار ديال الشباب كيفاش كيفكروا كيفاش هذاك كيفكروا بتفاؤل زوين كيجيو عندك دراري وكنشوف دراري كيخدموا مكازا بدون واحد اخرين يعني كاين داك الموفمون محرك والدراري باغيين يديروا شي حاجه يعني لا في البروديكسيون لا في ديفلوبمون ميوزيكال في لي زانستري في العالم في لي كليب بزاف د الحوايج كلشي كتشوف ديفلوبمون واعر يعني من كتشوف ميريكان كيديروا الراب ريفيو هكا كتشوف ميريكان يدير الراب مغربي ريفيو راه كتشوف كتقول واو واش حنا يعني راه الراب مغربي والموسيقى المغربيه بصفه عامه خدات واحد بدات تاخذ بلاصتها فهمتيني بحال اللي دازت في دونك واي اكزاكتومون. و باي ذا واي بغيت نقول لك واحد الحاجه في الراب المغربي الراب المغربي كان شحال هادي فواحد نقول لك نقدر هي قريب من هنا ل 2012 10 كان محصور ما بين البيبليك ديال الشباب لي جون. وي دابا انا كنشوف الوالد كيتسنت للراب اكزاكتومون ديزي دروس كيعرف ديزي دروس كيعرف مسلم كيعرف روبني انا كنت كنقول شوف واش الوالد يعني دابا ولا لارج بيبليك قدروا يوصلوا للناس كامله وغادي نرجعوا باش نهضروا على هذه النقطه هذه سورتو ديال انه اللي جبتيها مهمه ديال انه يعني ناس كبار رجعوا كيتسنتوا للراب. رجعوا باش نهضروا معاهم ونكملوا الحوار ديالنا مع خالد اسماعيل وعبد الله مرزاق من بعد الفاصل الاشهاري. انا لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا على غاديو بليس مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم كيلتيغ شو. اكيد الجزء الاول فاتكم اللي عاد التحق بالاستماع الينا ولا المشاهده ديالنا عبر لاباج فيسبوك غاديو بليس فاس اللي كيسمعوا لينا على 96.8. كيف ذكرت في الجزء الاول حاضر معنا كل من اسماعيل الملقب بسنسان خالد الملقب بديمكا وايضا عبد الله مرزاق الملقب بعبدو الاسمر حاضرين معنا هنايا. اكيد في الجزء الاول هضرنا على بزاف ديال التفاصيل ورجعنا لكم من بعد الفاصل الاشهاري باش نكملوا الحوار ديالنا معاهم وغادي نمشي للنقطه اللي وقفنا فيها قبل الفاصل الاشهاري مع خالد ديمكا اللي يعني قلنا وصلنا لانه الراب اكتسح ما بقاش فقط لي جون رجعنا رجعوا حتى الناس الكبار
كيتصنتوا ورجعوا كيسمعوا للراب وكيعرفوا الروابا وبزاف ديال الحوايج. هذه نقطة مهمة وقفنا فيها. وفي نفس الوقت الناس اللي ما سمعوش لينا ولا اللي ما شاهدوناش, عبدو عنده واحد التحدي ديال الرسم, انه يعني رسم البلاطو بلا غيجيب بالضيوف بكل شيء من هنا للاخر ديال الحلقة, وغادي نوريوها لكم ونصوروها لكم في لاباج ديالنا غاديو بلس فاس. ديمكا وصلنا لذاك النقطة, هذيك نقطة زوينة بزاف, حيت انا شخصيا كنشوف انه الراب تغير بزاف, واحد الصونجمون كبير من ناحيه الموسيقى, من ناحيه الكاليتي ديال التسجيل, من ناحيه ديال لي فيديو كليب تشي زوين. مي رجعنا كنشوفوا واحد النقطه اللي غنبغي نهضر فيها حتى مع زنزان, على حسب انه يعني كاين واحد الجينيراسيون جديده ربما طلعت مأثرة بزاف, يعني ربما نقولوا بالراب الغربي ولا ما عرفتش كيفاش نسميها. رجعنا نشوفوا يعني كيحاولوا يقلب دوهم لف الطريقه ديال مثلا نشوفوهم في لي فيديو كليب, ولا هازين مثلا الشراب, ولا هازين الاخر بلا ما نهضروا على الهضره, بلا ما نهضروا يعني على الدراكس الكلمات اللي فيهم يعني تخسر الهضره الى اخره. هادشي كان وي, مي كيف قلنا كانوا كيتصنتوا لي جون كيتقبلوا هاد المسائل. دابا الناس رجعوا كيتصنتوا الكبار. دونك هاد القضيه هادي كيف كتبان لك, انه ربما انه تلقى الاب ولا الام ولا الاخت ولا الى اخره كيتصنتوا لواحد الاغاني اللي فيهم تخسر الهضره, وكيشوفوا واحد الكليبات اللي فيهم بزاف د الحوايج. شنو كتشوف هاد القضيه؟ نورمالمون هو الراب في مرحله ديفلوبمون الراب, حيت قلتي واحد القضيه ديال ان كيتاثروا بالناس من الغرب. الناس من الغرب راه الراب مين جا, جيتي تشوف اصلا الراب راه جا من عند العرب, من لافريك. لافريك كانوا كانوا عبيد عند العرب شحال هادي, راك عارف انت هاد الاسطوار والايقاعات. ولافريك مشى للامريكان ولات. والراب واحد الحاجه كتهضر على المعاناه, صحيح, ما تهضرش على واحد الحاجه اللي كتهضر على شي حاجه زوينه. مي مع الوقت والديفلوبمون ديال الموسيقى في امريكان, فاش ديفلوبات الموسيقى صافي داك اللي كانوا كيهضروا على المعاناه داروا لاباس. ما يمكنش يغني هو داير لاباس ويغني لك على المعاناه, ولا كيغني على البلينغ والسواق. انا عندي معنى والتباهي كيتسمى الايغو تريب, كتهضر على راسك. انا والمغاربه حتى هما دازوا, شو حتى الجينيراسيون القديمه بلاك دوبرات هي كانت كتدوزوها, وليني فاش كبروا حتى هما تجوجوا من وكيسيون ديال لاج, كبروا وتجوجوا ولاو حتى هما عندهم عائلات, والناس كيعاتبوهم علاش كديروا هذا الشيء, حتى هما راه ايفيتاو هذا الشيء. وكذلك هاد الجينيراسيون الجديده اللي صغيره وها طلع وكبرات, يعني تيجي واحد الوقت وهات ايفيتي هاد الشيء. ودابا انا شفت هاد فهاد المرحله راه ناس كانوا حتى هما كيديروا هاد الشيء, وهذا بقاو حتى هما يوعوا بهاد الشيء ويديروا ديس كوميرسيال باش يقدروا يعني راه هاد ديفلوبمون راه واقع. هو الراب امبوسيبل ما تسمعش فيه شي حاجه اللي كليشي, مي كيحاول ما امكن. هو في الاول فري بلان كيكون بادي ما على بالوش, كيبقى هي لا 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 كيقول شي هضره لي ما, مي مع الوقت فاش كيبدا البيبليك كيكبر والناس كيسمعوا وكي الهضره كتخو عاد كيفهم والله حتى لاج كيبدا يكبر ويتقال, عاد كيبدا يفهم انا ما خصوش يدير شي حوايج وما يقولش شي حوايج وما يعني كيسيون بحال نقول لك بحال الشاب. اي شاب كتكون كتكبر صغير راسك داك الاندفاع كتشوف ما ديرش هادي ابار ما كتغني ما والو, با كيقول لك ما ديرش هادي ما انت لا كتقول با راه كيخربق. مي فاش كتبقى تكبر وكتعاد كتقول راه سي فري با عنده الحق راه هادشي كامل مصالح يعني. كذلك هما هكاك الروابا كذلك. زنزان بديتي الراب فاش كان في عمرك 16 عام لدابا, واش انت دوزتي هاد البيريود ديال انه زعما هاد القضيه هادي وقعت لك في الاول من بعد عرفتي هادشي, ولا كيف كتجيك انت هاد القضيه؟ كان كيهضر معك خالد, راه كنت كنشوف راسي في داك السيتياسيون هذيك اللي كنت فيها. ضروري تكون بادي فلوس, بغي فهمتي تفرض راسك, زعما ماشي انت ما كتبغيش تفرض راسك للبيبليك, كتبغي تفرض راسك لذاك الروابا اللي كاينين. هاني انا كاين, ها كيفاش هكذاك. ولكن مع مرور الوقت والاخر البنادم تيكبر في عقله, صاتي يولي يبغي بحال دابا واخا تيخدم شي سيجيات ولا شي حاجه, تيحاول ايفيتي داك الشيء كاع اللي غي شي باد فايبس زيدوزو ولا شي حاجه تنيفيتيهم, تخلي شي حاجه اللي زوينه ولا نقيه, تولي تخدم كلين ميوزيك. وشنو في رايك للناس اللي ما كيخدموش الكلين ميوزيك لحد الساعه؟ لحد الساعه مازال راسهم قاصحه خويا, مازال خصهم يدوزو ميكس, مازال ما خدوش ليكسبيرونس, ما خداوش واحد ليكسبيرونس, ما طاحوش في واحد المواقف اللي فهمتي تطيح فيهم انت, تقدر انت صغير وتحتي في مواقف اللي كيردوا لك اللاج ديالك لا شيء بالنسبه لعقلك.
فهمتي كتولي انت بحال كتولي تشوف الله اش غير ارقام صحيح غير بحال لي جوج كدوب راه تولي اربعه. بما انكم في هذا الدومين هذا نبغي نسولكم على الحرب اللي كانت وقعت هذه واحد مده بين بيك وبين شكون حليوه وبين ديزيدروس وكريزي وزعما شفناهم واخا ناس هذوك ما عرفت معروفين ودايرين بلاصتهم راه الى اخره حتى هما طاحوا في هذه القضيه هذيك هذيك نقدر نجاوبك عليها. تفضل. هو دون بيك رابر زوين ومع احترام مع كل احترامات ليه مي هو دار محاوله الاولى 3 بوين ديسك سميتو 3 بوين ما جابلوش بزاف للمشاهدات وما كثرش عليه الهضره واخا كلاش الجينيراسيون الجديده راه عنده محاوله ديجا. المحاوله الثانيه دارها بواحد الطريقه اللي بغى تقصر عليه بالبل يعني يعني يطلع لافيش يلي بين التراك نورمالمون التراك راه عادي مي لافيش وبغى يشد في داك لي جو اللي ديجا دايرين البوز ديجا من اي حاجه لاحوها كدير لهم البوز هو شد فيهم وهذاك استراتيجيه خدها من ام ان ام كاميكاز راه يعني كاميكاز ديجا دار هاد الاستراتيجية هو تانسبيرا منها وخداها ودارها لهاد خداها صالحو وصدقوا الدراري لقى الدراري انهم كاملين واجدين صميمين وصافي ولقى الصحافة حتى هما خصهم على شي يهضروا القضية ناعسة هذيك ولات واحد دونك هذاك هذاك زعما هذاك داروا ماركتينغ وداروا ماركتينغ مليون في المية ماشي مي لقى الدراري حتى هما واجدين ولكن زعما وف كيستيون ديال انهم قال الكلمات ماشي هما هادو هذيك حيت هو شنو في الدخله راه قال راه كاين واحد حيت هي دابا واحد القديمه كيفهموهاش العرب ولا هذا كاينه في العالم راه في اي حاجه كتكون فيها شي حاجه كليشي راه كيخص ضروري دير انذار حيت راه هذيك قانونيا في بلايص واحد اخرين راه ما ديرش داك الانذار راه يعاقبوا قانونيا مزيان يعني هو راه داير في الدخله راه هذا الشيء ما خصكش تسمعوا وعاد كيدخل للديسك صح يعني انا علمتكم ودرت راسكم يعني حنا المغاربه كيعجبنا ندخلوا واخا انا قلتي له لا هذا يدخل يعني هذه القضيه هذه ديال بحالها ولكن نهضروا على شويه على التوندونس زنزن نهضر معك على التوندونس المغربي وهاد الناس اللي كيجيو وكيطلعوا سيغ بلاص شنو كتشوفهم من لا شيء انهم ما كيديروا والو كلشي كيصبح يهضر عليهم تيعجبني بحال دابا كارابور يلقى واحد الاعجاب واخا داك داك السايل ديالو ولا شي حاجه ما تعجبنيش انا ولا ما تعجبش واحد اخر ولا كذا لقى واحد الاعجاب واحد الناس اللي طلعوا لذاك التوندونس كيعجبني شنو ما تيعجبنيش هي كتلقى راك عارف شنو كتلقى في التوندونس مغرب نبغي نلقى الموسيقى نبغي نلقى شي واحد فهمتي كما كان يعني ما عندي حتى شي في دماغي زعما انه رابور ما يطلعش للتوندونس خصني انا كاين واحد شويه ديال المعانده فهمتي انت عنده بيناتنا وكذا ولاني كيعجبني الحال فاش نلقى رابور في التوندونس تنفرح وفاش كتلقى اكشوان اكنوان هذيك بوحدها هذيك تسمى الباد بوز الباد بوز راه ما كاينش في المغرب كاين وكاين الشهرة امريكان هذا الباد بوز راه كاين في امريكان ولكن بزاف بزاف لا ماشي بزاف هذيك قضية ديال انك بزاف لا ماشي لا في امريكان هذه كاينه كاينين المعوقين ناس عندهم عاهات مستديمه كيقبطوهم ويبقاو يصوروهم ويضحكوا فيهم الناس وكيديروا الفلوس بهذا الشيء حنا في المغرب حتى حنا كذلك راه كاين اللي داير بالفلوس بهذا الشيء بدينا ندخلوا الفلوس يعني ادسنس وهذا الشيء دخل اليوتيوب عطى واحد يعني داك الشيء كامل كلشي كيكون باغي هي يتفرج فيه يعني كيكون البيبليك واجد يشوف شي حاجه اللي كتضحكوا وحنا عندنا المغاربه كيعجبهم يشوفوا شي حاجه ستوبيد ما كيعجبهمش يشوفوا شي حاجه بروفيسيونيل مخدومه فاش كيشوفوا شي حاجه فيها عاد كي عاد هما كيبقاو شوف هذاك شنو قالوا كذا والاعلام الاعلام الصافي يشوف شي واحد لا صافي وكلشي تابع الموجه كيف كنقولوا كاين الاعلام اللي الله يهديه وكاين الاعلام اللهم لك الحمد لله محترم راسو عارف شنو كيدير هذا السؤال هذا بغيت نسولو لك انت الاول دي ام كا لان نسول زنزان عاد نسولك انت في الدومين ديال الراب حاليا واش غابور يقدر يعيش من الراب يقدر يعيش واش يقدر يفتح بيت يقدر يتزوج يصرف على ولادو يقدر يعيش صح ديكزامبل ديال شي واحد يقدر يعيش لما تعطينيش اكزامبل ديال واحد واحد تقد تكون جوج ثلاثه تقد تكون صدقات لهم يعني الا كان عندك تعيش الا كان عندك تعيش الا درتي الا درتي الا خدمتي وكدا تعيش به يعني تدخل الفلوس تدخل الفلوس واني ماشي شي فلوس اللي الفلوس الفيلا هكذا هكذا تدخل واحد البركه باش تعيش علاش كدير له لا لا طنطمي قشط ها صاحبي اللي قلتي له ما تقولوش شحال يدخلوا لا 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 شو شو نقول لك حنا نجيب لك حنا تعجوزي ديال شحال تدخل في لا يعني 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 دابا في هذه الوقيته هذه قد غابوغي
يعيش عائلة لا. غير من الراب لا دابا عاد قلتي لي ماشي عائلة لا يعني قد يتزوج ويصرف على الاولاد واش هو بحال دابا يقد براسو يقد براسو ايه هذه معاك فيها واني باش يعيش عائلة ما يقدرش يعني رابور سو يعيش راسو ما يتزوج الا كان لا رابور غدير الراب ضروري غدير دي بروجي ابار الراب اللي غتفهمتي اللي بحال كت انفيستي فيهم داك الفلوس اللي تدخل من الراب فهمتي وصلتي لواحد البلاصه اللي صافي ما غاتوليش انفيستي في الراب عندك ميزه انفيستي في الراب كاينين استوديوات تيتعاملوا معاك كدا تسوي تخدم فهمتي تخدم على شي بروجي كدا يعني ابار الراب حيت اكثريه كيقول لك الرواب شنو تيديروا نهار اللي تيشد نهار اللي تيولي تخلص من ادسنس ويقاد شي حاوي الاخر شنو كيبان له كيبان له يدير استوديو صافي غادي نخليها في الاستوديو وغادي ندوز عند صاحب الاستوديو ندوز عندك ديم كان يعني البروديكسيون ياك في المغرب بيان سور كاين اللي بروديكسيونات حين ما نهضروا على انا نحدوا شويه فاس والنواحي ديال فاس يعني واش كاين البروديكسيون في فاس وكاين الناس اللي كيجيو انفيستي ويشجعوا ويخسروا على راسهم يعني ما لان انا كنعرف مجموعه ديال الناس اللي ربما تقول لهم واحد البري ولا شي لعبه يقول لك لا بزاف وكذا ما يمكنش انه يعني نشتغل لك انا بواحد الكاليتي وما كاينش البيتشي ديالها دونك هاد البروديكسيون هنايا في فاس وهاد النواحي ديال فاس كيف 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 غادي الاستراتيجيه ديالهم نقدر نقول لك بامال 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 ماشي 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 مزيان بزاف مي بامال علاش نورمالمون مشيتي لبلايص اخرين مثلا كازا بالخصوص كازا اغلبيه اللي فيها لي برودكسيون بزايد الا مشيتي تما كتلقى مثلا الدراري انا كيجيو عندي ديجا من كازا كيجيو عندي من الرباط كيجيو عندي ايميل تانو مدون اللي كنقول باز واش جاي انت من تما لهنا فاس باش تجلب علاش يعني كاين كيخدموا تما بثمن طالع وهنا كتخدم انا كنحاول ما امكن يعني اول حاجه الثمن اللي ناس الثمن اللي ما يتخليش بنادم انه يقول واو غالي ويمشي بحاله او ميم طو ما يخليش بنادم او ميم طو فاش كيجي عندي شي واحد كنحاول نحببه في الموسيقى ما نزربش عليه ونقول له مثلا لا انت ما كدا ولا كنخدم كنحاول ما كنخدم من نيتي واخا داك الثمن اللي كيعطيني ماشي راك تحرق مع دم اكثر من داكشي اللي كاين الخدمه اللي كتعطيه انت راك كنتي عارف شنو كدير شي حاجه كتبغيها كوم كتخدم معاه مزيان باش خليه انه يكون هو ناجح ولا نجح هو انا عندي الربح ينجح باش انا كننجح معاه وفي بروجي يكون يدير له الفيدباك ديالو يكون زوان حتى انا راه نهار ربح معاه في هذه القضيه هذه نتسجل على شكون سجل لك فلان يعني حتى انا عندي الربح وكيجي عندي واحد اخر وديجا راه عندي اكزومبلاز مزيان يسجلوا عندي وبانوا وتشهروا ودابا كي الحمد لله ميسرين وسي كما قلتي رجعوا لهذ النقطه اللي قلتي اسماعيل واش يقدر يبني اسره الا كان عنده ما يقول وكان كيخدم الدماغ يقدر يعيش ماشي اسره راه يعيش اكثر من اسره هو خصو يكون عنده ما يقول وعندو دماغو كيعرف يفكر به وكيعرف يدير الموسيقى مع الماركتينغ مثلا الى انفول الرابر في المغرب يطرق المليون مليون زعما راه صافي وصل داك الشيء اللي بغى هي واش هيكمل ويخلي راسو يعطي راسو داك الدماغ وهيكون عنده واحد ليسباس فين يخلي الماشي يجي ولا غادي يكون لا صافي طرقت المليون البوز وكذا ومن هاي يضرب واحد العام ولا عامين ويلاقي مثلا غادي نرجعوا نكملوا الحوار ديالنا وغادي نبغي ندوز عند عبدو مسكين اللي عنده عقوبه هذا النهار هذا عبدو فين وصلتي اخويا انا غادي اخويا غادي مزيان سيدي كنشوف دابا راه داكشي بدا كيتطراصا ولكن مازال واقيلا مازال الخدمه ماشي مشكل عبدو غادي يعني تاخذ واحد الاستراحه ونبغيوك تهزنا الكيطار نعم سيدي مرحبا ونتندنوا واحد شويه تفضل هز الكيطار عبدو هاني واش زنزان نربي ما كناش داكشي اللي بغاو ما عرفنا الطرام صناق الدروك دروك ديما كوما كبرنا ما نصحاوش باش ما ناقوش بالفيلم كل النار في البلاد كنديو غير الاسم ذنوبي كسار 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 طيحولي كتفي دليصر ما تحقر لك تي فنان ويطيحولك في الريتم يا 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 راه عادي ولفنا نو 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 ماشي خلي اللي شفنا اجي تشوف عيتي فين دازت من صغري حتى لكبري في وسط الرجال وفي وسط ستاجات خلوني من كري مابو ديمكا زنزان عبدالله سمار تبارك الله عليكم فريمون داكشي مت
كيف كنقولوا. شكرا لك عبدو, شوف تستأنف العمل ديالك دابا. هذا ميسيون امبوسيبل شوف عبدو راه ما بقناش بزاف ديال الوقت, دونك خصنا نشوفوا اللوحه في الاخر ديال ان شاء الله. ان شاء الله دونك غادي ديمكا قبل ما نسمعوا الاغنيه ديال او ماي جاد. هضرنا عليها على سميتها او ماي جاد, شنو حاولتي توصل من خلال او ماي جاد؟ او ماي جاد واحد الاغنيه اللي هضرت فيها على راسي, هضرت عليها على راسي وعلى المعاناه اللي كيعانيوها الشباب من جهتي انا, او ميم طو تفاؤل بشي حاجه زوينه فهمتي. ودرتها في الصحراء, الكليب ديالها كان كامل في الصحراء بالدرون, يعني بوحدك في الصحراء ما معك حتى شي واحد, وهي غادي فهمتي انا هي غادي في الصحراء. وكنتي بوحدك بالصح في الصحراء ولا كنت انا مول الدرون؟ مول الدرون كان في الوطيل وطلق الدرون وانا مشيت والشمس والله الا والشمس وانا غادي كنسبق وكنغني وكذا ورجعت فهمتي هو في لاطيرا ديال الوطيل. المهم هو الاغنيه واحد الاغنيه كتقول الحوايج اللي ضارينا وميم طو كتقول الحوايج اللي يتفائل بالخير. المغاربه راه عندهم ما يقولوا هي ما تيأسوش, هذا هو الكونسيبت ديال الاغنيه. دونك غادي نمشيو نستمعوا لاغنيه او ماي جاد. الناس اللي كيستمعوا لينا واللي كيشاهدونا هكذا يستمعونا, اللي بغيت يتفرج في الكليب الكليب يقدروا يلقاوه في عندي في لاباج بي ار برود ولا لاشين يوتيوب بي ار برود, هيك كتبها وقلب روشيرش او كتب دي ام كا او ماي جاد او ام جي دي ام كا او ماي جاد على راديو بلس فاس. خليكم معنا. Oh my god, live على راديو بلس فاس. تبارك الله عليك الدين كا انصفرو هاي انصفرو انصفرو هاي لامبيونس لامبيونس. دونك عندنا انايا سعيد حرموش, السلام راكم منورين البلاطو راكم طوب. شكرا خويا سعيد. الهاش ام لوبوس صدرتيها واعره منين جبتي زنزان وخالد ديمكا اللي عطى بزاف للروابا وشهرهم منهم تيفلو ويونس 45 يوسف 45 وعبد الحق عياد. تحيه ليك خويا سعد من عند عبد الحق عياد مول البندير ستاند اب. تحيه ليك خويا عبد الحق وتحيه ليكم كاملين. دونك هاد القضيه هادي غادي نرجعوا باش نهضروا عليها, القضيه اللي قالنا الهاش ام لوبوس غادي نرجعوا باش نهضروا عليها اكيد. ولكن من بعد قبل منها غادي نبغي ندوز عند اسماعيل زنزان. غادي نسمعوا الاغنيه ديال والو ما درنا فيتشرينغ مع تيفلو. دونك شنو يمكن لك تقول لنا على الاغنيه ديال والو ما درنا؟ كيفاش جاتكم الفكره ديال الاغنيه؟ كيفاش الفكره ديال الفيتشرينغ؟ ديجا طريق تنعرفو تيفلو اللي تنعرفو انا بشحال هادي من قبل شحال هادي قبل ما يدير البوز ولا يعرفو الناس بزاف, ديجا عندي كونتاكت معاه يعني دري صاحبي ماشي شي واحد زعما اللي غريب علينا. كان كيجي عندنا الاستوديو ديال القديم قبل ما هاد الاستوديو هذا, حيت هاد الديسك هذا تسجل في الاستوديو القديم. جا عندنا كنا جالسين هكا عادي داز الفيلينغ بينو بينو انستري قال لك نلعبو شي فيس, قلت له نلعبو. لعبنا كان ديجا يتلعب داك الفيت ويتلاح فهمتي يتلاح بوحدو. جيت ديجا انا رجعت لعندي شي تراكات واحد اخرين معاهم فهمتي جمعتهم ودرتهم ميكس تيب, وهذا هو اللي يكون اول تراك من لا ميكس تيب كامله. ايوا تخدم داك الشيء يمكن نقول لك زربه خفه تربتو عليه ما عطناش فهمتي. راه عندي الكليب وكذا غير مازال ما تلاحتش لا ميكس تيب, هادشي دابا اللي يسمعوا راه ما كاينش في يوتيوب. دونك هذا اكسكلوزيف على غادي اللي يسمعوا دابا ديال زنزان وتيفلو اكسكلوزيف. دونك غادي نسمعوا لزنزان فيتشرينغ تيفلو والو ما درنا على راديو بلس ونرجعوا لكم. اسماعيل زنزان في التيبلو والو ما درنا اكسكلوزيف على راديو بلس فاس. تراك واعر باين كبير العربون ديال الميكس تيب ان شاء الله. شنو يمكن لك تقول لنا على الميكس تيب؟ شحال فيها من تراك؟ دونك انا نقول لك بحال هالتراك هذا ماشي لو ستايل, ماشي الستايل ديالي انا. هذا حاولت نواكب الستايل ديال التيبلو فهمتي, حيت انا عندي لا ميكس تيب فاش تسمع لها كل حتى شي تراك ما تيشبه الاخر, فيه كاع لي ستايل. حاولتي تتنوع من فيه رومانتيك فيه افرو فيه اللي كيبغي شي ستايل غير شي ستايل غير هذا هو هذا هو الكونسيبت اللي درت انا في هذا الميكس. سيدي شوقتيني نسمع الميكس تايب ضروري ان شاء الله غير ما تكون تخرج من الدار انت الاولى ان شاء الله. العز ومرحبا بك فاش كنا تلوح الميكس تايب نعاودو نديرو شي حلقه ان شاء الله ونسمعو الميكس تايب ونسمعو لي تراك. غادي ندوز عندك ديمكا. دونك عندنا هنايا
وقبيله وقفت في واحد الكومونتير وخاليدو العالمي ايضا سولك دونك نرجعوا لهاش ام لو بوس اللي قال لك الصط درتيها وراه منين جبتي زنزان وخالد ديم كان اللي عطى بزاف للروابا وشهرهم منهم تيفلو ويوسف 45 وعدنا خاليدو العالمي قال لك واش ديم كا كيعرف القزيره نور ارتيست قال لك بون كوراج دراري ثانك يو برو خاليدو العالمي قال لك واش كتعرف القزيره والاخر قال لك شكرا حيد شهرتي الروابا من هو تيفلو ويوسف 45 وي تفضل هنا جوج الاسئله هنا سؤال واش كتعرف قزيره والسؤال الثاني واش شهرتيهم لا قال لك زعما انت شهرتيهم دونك تخلي من هذه القضيه شهر واش قزيره لا دونك دابا عندنا اصبر عندنا الهاش ام لوبوس قال لك زعما شهرتي تيفلو ويوسف نفهم اوكي وخاليدو العالمي قال لك واش الدي ام كا كيعرف القزيره قزيره نور ارتيست بون كوراج الدراري هسه نورمالمون كنعرف قزيره وكنعرف كاع لي ستوديو اللي في دازو فاس حيت لي ستوديو كيكونوا ضروري كيكون داك الكونتاكت ما بين بيان سور يعني امبوسيبل تكون انت بروديكتور وما كتعرفش شي ستوديو فاس داز كنعرفنا شي سانديكا ناس قدامين اي 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 سنتيكا فين رد انا خويا كنعرف الناس اللي قدامين كنعرف بزاف ديال واي استوديو نورمال نكون كنعرفو سواء بعيد ولا قريب وبالنسبه كتعرف الحومه القزيره اه والله يا خويا القديمه القديمه المدينه القديمه دونك نرجعوا للاخر اللي قال لك شهرتي الطفل انا ما شهرت حتى شي واحد باش نتفاهموا على هذه القضيه انا بروديكتور خدمت معاهم مثلا عطيتهم داك الخدمه زوينه وحاول تعطي مثلا بان ملي كيخدم عندك كتعطيه داك الجهد ديالك وكت انرجي وكتدوز كذا الفيلين ديالو كيدوز ليك وكت يعني كتحاول معاه بنيتك او ميم طوم مثلا يوسف نقدر نقول لك يوسف عنده ديجا ما يقول قديم كنعرفو تيفلو ديجا بدا معايا من الزيرو ما كان عارف يعرف حتى شي حاجه لا توب لاينات لا والو بدا بالراب وانا اللي ديجا قلت ما تبقاش حاولت تنقي بروجياتك وحاولت تكادري الكارير ديالك يعني انا ماشي بينتهم هما ديجا مواهب واي واحد موهبه كيجي عندي ها راه يقدر يبان مزيان راه ماشي يوسف وراه لا تا ام سي سنيكس غيوار اي واحد كنشوف فيه طالون ود الكريا المهم ود الكريا كاينين انا بزاف الدازو مي ما كنبغيش انا ما شهرت حتى شي واحد اللي عنده موهبه راه كيبان مي انا واحد بحال واحد الدرجه كيبداو كيجيو كي عندها كتوريهم كتحيد لهم داك الدهجه الميكرو ما يبقاوش ما عارفين شنو هيديروا كتعطيهم لي توب لاين كتفهمهم شنو هي الموسيقى شنو هي النوطه شنو هي بزاف د الحوايج كيفهموا معاك وهما ديجا كيكون عندهم ما يقولوا اللي كيكون عندهم ما يقول راه اوتوماتيك يتشهر بيا ولا بلا بيا مي انت كتعطيه داك بحال اللي كتعطيه داك كتقول له تبارك الله عليك وراك واعر ويخدم وكمل وكتبقى تنصحو وكذلك حتى هو كيعطيك الحاجه اللي عنده كيعطيها لك كيدوز بيناتنا يعني ما شرط انا شي واحد اللي عنده ما يقول راه عنده ما يقول اللي عنده هذا السؤال نسولكم بجوج زنزان هنايا فاس شكون الروابا اللي كيبانوا لك عنده ما يقول هذا سؤال زوين نيشان من الجهه ديالي انا ملي كنشوفو الفيزيون ديالي انا ما موجه نظر سيدي عندك تريبل سيفن نيرد يوسف 45 طارق صافي هادشي اللي كاين دري فاس ما بينينش بزاف كاينينش دري ما بينينش واخا نقول لك سمياتهم ما غتعرفهمش كاينين ولي مجاهدين بالجهد فهمتي ماشي غير دراري كاينين دراري وبنات وفهمتي مرونه الدنيا الناس خدامين وعندهم ما يقولوا ولاني ما لقاوش داك ما كاينش داك اللارج بيبليك ما عندهاش نفس وهاد الايدي عجبتي ديال هاد ليميسيون اللي تدوز في هاد الراديو فهمتي شويه تقدر تحرك لنا على الله الموف على الله خصنا غير نلقاو تفاعل مع الناس يخدموا معنا وي في رايك انت ديمكا وي نفس السؤال شكون اللي كيعجبني شكون روابا فاس اللي كيبانوا لك عندهم ميت كاع اللي عندهم ميت كاع كما قال لك تريبل سيفن هذاك الدري اللي ديجا ما كرهتوش هو يكون ديجا داز معك راك انت كتعرفو هذاك ما كرهتش هذاك الدري هو يكون اللي كيبريزونتي فاس في المزيكا هذه الاولى الثانيه كما قال لك كاينين بزاف انا كيجيو عندي دراري مجهدين مي ما واخدين ما مازال ما دايرينش داك لارج بيبليك ملي كتا كيسجل اغنيه كتقول له راك انت واعر خصك تخدم وتعطي الجهد
ما مزين هو كيدير داكشي غير راسو كاينين كنعرف الناس بناء ماشي ابار 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 ولاد كاينين حتى بنات كيسجلوا مجهدين كاع كنقول لهم واش انت سير ولاني ما خرجاش ما بغيتش دير داك شنو في رايكم هذه القضيه هذه شنو لان راه بصح فاس ما كنشوفوش شي جروب ولا شي واحد سولو ولا ما عرفت شنو اللي زعما كي بريزونتي فاس نورمالمون الا درنا كازا راه نقولوا بزاف هذه هي اللي كتخصنا الرباط كاين درنا طنجه كاين علاش فاس ما كاينش هاد القضية يمكن منين ميامات 2006-2007 كانوا بانو شي وحدين موراها غدصو وبقى النيفو هكاك واخا كتجي كيجيو لي جينيراسيون مي ما كنشوفوش كيطلعوا شي جروبات علاش هادشي كامل كي على لي ميزون دو برود يعني الانتاج مثلا باغ اكزومبل شحال هادي كانوا جروبات مي كانوا كيشدو مثلا كتلقى مانجر شادهم وهو اللي كيدبرهم على لي شوكيز على لي ميسيون يعني دابا ولاو الدراري كيخدموا بوحدهم خدام بوحدو ما عندوش واحد انه يقدر خدام بوحدو يعني ما كاين هو الفنان امبوسيبل يدير داك الجهد به بوحدو راه خص ضروري تكون ايكيب يكون مانجر يكون بزاف د الحوايج وفاس ما فيهاش هاد القضيه ما كاينش واحد يقول لك اجي نخدم مع نشدك وندبرك على لي ميسيون يمكنش تبقى تفركل بوحدك كنت هيرا ارتست كتبقى تلهي مع باش تسجل باش تخرج برودوي في يوتيوب وصا واحد النقطه واحده اخرى بغينا نهضر عليها علاش لي فيستيفال فاس ما كنشوفوهمش دراب علاش هاري بوك كان فيستيفال كان وكان اللي كيدار دراب مورامش كاين انا نقول لك دابا بقوة لي فيستيفال ما كاينينش كتلقى عندنا ناس بحال دابا لا علاقه لهم بالموسيقى الراب كتلقى عندهم واحد شويه ديال الناس اللي قرابين لهم تيديروا الراب تيقول لك حنا نعاونوكم نديروا سين انفيتيو دي زارتيست مزيانين كدا نعاونو كدا وإنما كتلقاش مساعده من بلاصه خارجيه كول شي بحال دابا شي واحد اللي غير يوقف معاك يقعد معاك داك الشيء كدا كتلقى ناس بحال دابا ما حتى هما بحال دابا عندهم واحد المعرفه محدوده يعني بحال اللي غتجي واش يد وحده غتصفق نورمالمون هاد القضيه ديال هذيك خص شي واحد يانفيستي دابا بنادم مثلا باغ اكزومبل بنادم شركه ولا واحد راس المال ما يفكرش انه يانفيستي في لاسين علاش في ميريكان في فرنسا كيفكر انك يجي واحد بالكرافطه كيقول لك اجي انفيستي في لاسين هنا في المغرب لا بالكرافطه هاي يمشي يدير لك قهوه يدير لك سناك يدير لك ندير كرافطه ونمشي مرحبا بك مكرهناش كون كنديرها كاع راه انا باي ذا واي باي ذا واي علاش هاد القضيه اللي قلتي انا قلت لك علاش راه بديت تبدل حيت هاد القضيه بدات تبدل هي المزيكا في المغرب واي حاجه في المغرب بدات ديفلوبا في اطار ديفلوبمون يقدر يمشي واحد الجيل ويجي هذا الجيل عادها تبدا هذه القضيه واحد الحاجه واحده اخرى ويمكن كنشوف انه هذه مش حال هذه ماشي هي دابا مش حال هذه كنشوف الدراري ديال فاس سورتو ما كيتعاونوش بعضياتهم كاين ولا ما كايناش حنا نقول لك واحد زين سير تفضل ماشي الدراري ديال فاس ما كيتعاونوش مع بعضياتهم بحال دابا انت في المثال جيتي درتي هذا اللوكال هذا خسرتي فلوس باش دير واحد الماتيريال واحد كذا بلد تيجي عندك ماشي تيجي عندك انت تعاونو فاش تعاونو بالخدمه وتعطيه انرجي وبالسيبورت وبزاف وتطلع له خدمته مزيانه وكاين اللي كيجي عندك وكاين اللي فهمتي كيقول لك خصك تسجل لي فابو حيت انا كذا ولا كذا نقول له فهمتي كيفاش خصو فهمتي تسجل فابو اي حاجه طيح ليه اي حاجه طيح ليه بزيرو فهمتي زيرو ديرها زيرو درهم هو يربح داكشي اللي هي واحد الفكره كاينه في واحد الكليب ان شاء الله هي غنطيح كليب بزيرو ديرها زيرو ديرها كليب بانصور بحال الفلوك كتبدا في الاول هكا ونكملو كله زيرو ديرها مزيانه بون ونحضر كل شيء فيها نحضر الطوموبيلات مزيانين فيلا كذا 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 زيرو ديرها بون ايدي كل شيء عيط لي نجي اخويا للكليب ان شاء الله ضروري اخويا الله لديمكا هذه القضيه هذه حتى هي اللي هضرت عليها هي انه من غير انه تعاون معنا ولا عاوننا ولا الى اخره كنشوف انه ما كيسبورتيوش بعضياتهم يعني الدراري يمكن واحد ما كيبارطاجيش هكا السوشيال ميديا ما يبارطاجيكش كازا على كازا وكازا راه واحد كيلوح راه كتلقى 20 واحد كيبارطاجي وشوفوا الديسك الجديد ولا هنا في فاس ما كاينش هذه كيسيون زوينه اللي طرحتي انا نورمالمون انا شخصيا بالمبدا ديالي وبالخدمه اللي كندير ماشي هيك انا ماشي هيك كنعاون راه اكثر من كنعاون راه عرفتي شنو تصوب بلاشين راسك وتصول توصلها ل 200 كا وطلع دابا 300 كا وانك انت ما كتلوحش به فيها بزاف تقريبا كتلوح بروجي من 3 سنين ل 3 سنين لعام
ولكن كان نركز أغلبية اللوح للدراري اللي كيشجل عندي وكنشوف فيه طالو عنده ما يقول كاللوح له راه ديري بي ار برود وهتشوف لايفات الدراري كتعاونهم واخا ما عندهمش بزاف فتصور لهم واخا في استوديو هكا فيديو طق طق والمهم كيشوفوا بنادم وهاد القضيه كدرتها مع ناس اللي دابا كما قلت عندك الحق فهاد القضيه ديال من ما كيعاونش اللي ناس دابا ولاو كيلصقوا ليفي منهم بزاف ديال الدراري سي فري اه بصح عندك هاد القضيه ما كيعاونوش علاش فاش كيوصل لواحد النقطه كيولي انا كنقولو هي بارطاجي باغ اكزومبل بارطاجيتي انت عندي فلاشين وانت انا سيبورتك في الاول كان عندك زيرو فان ودابا فهاد اللحظه كتقولوا بارطاجي هاد الدريره راه زويون كيقول لك واه صافي ما راح حقا كوبي رايت ما عنديش كاين اللي كيبقى يخرب قالي هاد القضيه راه فري علاش بنادم كيوصل لواحد النقطه ديال هذاك كيسحب له راسو راه وصل هو كينسى باللي راه كاين باراج في التالي وانت راك غادي بسرعه الحلزون مي هتوصلت انت للباراج قدامه وتقدر تفوتو حيت تيقبضوه في الباراج على السرعه يعني يقطعوا السرعه فهمتيني كيسحب له راسو راه وصل صافي راه وما كيفكرش ان الوقت عام عويم ثلاث سنين هيدير باقي طاح هاد ديال كازا لا كازا فري كاينين الناس كيخدموا كيتعاونوا بيناتهم كازا هو كي سيبورت كاين نفس والو هادي راه من شحال هادي القضيه هادي انا مش حال هذه وانا كنشوف الناس فين وصلتي عبدو غادي خويا جر الميكرو عندك فين وصلتي قربتي واخا غادي نبغيك تهضر لنا على اللوحات قبل ما نكملو كنشوفوني مجموعه ديال الرسومات ديالك نتكلموا عليهم لان ما بقناش بزاف غادي نساليو الحلقه ديالنا فورينا نقربوا حتى للناس اللي كيشاهدوا في لاباج فيسبوك يشوفوا معنا هادشي اللي هنايا مرسوم يا شكون هادي يا نوريوها اللايف دونك هضرنا شوف تهضرنا على كل وحده باختصار هذه انا من الطبيعه ديالي الزاليه نرسم من الناس الكبار بحال ما عرفت كي تشيوني هكا دابا هذه واش شفتيها فشي بلاصه ولا تخيلتي تصويره لقيتها في فيسبوك هزيتها ورسمتها اي سرعتي يا الصاد بداك التجاعيد اوكي ندوزو للثانيه هادي ديال سعد المجرد ولكن مجدد تحياتنا ليه اكيد بيان سور تحيه ليه كبيره شوفوها في اللايف هادي ديال الميستر بين هاني فو جبتيه نيشا ميستر بين احسن اكثر واعر كوميدي خطير واعر بزاف دونك زيد هادي راه عندي شي وحده في الدار ما جبتهمش وجبت غير شي حاجه وبقات هادي فين كتسكن هادي فين كتسكن براسها انا ما عرفت فين كتسكن ستيلو هادي تنسبيرك سكنة في ستيلو ولكن كملتها من راسي دونك هنايا درتي ما بين انجينيرال ما بين ساكنة في دمار صافي راه هادي فيها شوشو قولنا شكون هادي اخويا اللي كملتي بها اعتار لا والله الا زعما غير مراضي اقسم بالله سيدي برافو عليك برافو هادشي وي عبدو وي دونك دابا اللي بغى يشوف هادشي واش كتلوحوا في شي باج ديالك عندي باج كنحطو في الكونت ديالي في فيسبوك وعندي باج ديالي عبد الرحمن ومازال ان شاء الله يعني يدخل بنادم عبد الرحمن راه يلقى اي يلقى لاشين هادي الصفحه ديالي في فيسبوك وان شاء الله ندير ان شاء الله لاشين في اليوتيوب ونبقى نخدم ان شاء الله جرافيتي تو ونخرج جرافيتي قضيه زوينه جرافيتي وانا قلت لك نهضر على الناس برا لانهم واصلين باش هذا واضح حنا كنحسوا كاين حتى دعم كيدعموا الفنانه بزاف كيدعموا الفنانه بزاف والا رسم شي اكثر ولا شي حاجه تي يعني كيبارطاجي عندو يعني تعاونوا انا نوصل دير لنا شي حاجه بحال وان بيس تعرفون في رسم مغربي انا رفان ديال وان بيس انا رفان ديال ناروتو عاوتاني انا فان ديال ديدبول اجوانا يا اجوانا فان ديال انيميشن دونك الرسم واقيلا مازال ياخذ لك الوقت لكن غادي تكملوا باش غادي نصوروا في لاباج وغادي يعني الناس اللي كيشاهدونا اللي كيتبعونا على لاباج يعني يمشيو يشوفوا البلاطو كيفاش رسمتيه لا حنايا كيفاش رسمتينا الوقت كيف قلت لكم صراحة حلقة زوينة ولكن قانون ديال هذا هو اللي كاين فاش كتقرب الوقت ما عندك ما دير النور ارتيست دائمك واش غنشوفوك في شي فيت مع الطفلو لا سمعتيها لا علاش لا علاش لا حيت هو اشوف انا ما تقدر تشوفني في مع فيت مع اي واحد مي الا كان الافكار ديالو قريبه
الطفل يقدر يكون انا داك لي لي سيجي اللي كيهضر فيهم وداك التكنيك ديال اللعب ديالو وداك الخدمه ما نقدرش نقول لك هو ما كرهش تلعب معاه فيك وتخد تهبط تخدم معاه بداك لي توب لاين اللي كيخدم بيهم وتمشي معاه وانت تجيب لارج بيبليك معاه مي انا ما عنديش القضيه ديال خصني هين نبان ويعني حتى فيهم شهرها نغني معاه ولا انا بعد مرات راسي وما كنعجز نكمل البروجي ديالي مزيان يعني باش غنعيط للطفل واجي نضربو نغني وانا وياك فيت مزيان خصكم تكونوا بعدا الموضوع متفقين عليه متفقين وانا داك لي سيجي اللي كيكونوا بين قوسين سهل ممتنع ما كنقدش عليه مزيان هذا مكان باي ذا وي زان صاحبي اللي هذاك راه ضرب معاه في الفيت وراه ضربوه بحال اللي يدير له يدير الخاطر اي باش الله على حسب ميكستيب وهو ديجا عند البيبليك وباغي يحرك لا ماشي هذاك انا درت داك الفيت علاش درك انت حاضر له هو ديجا هو انفيتاني انفيته هو اللي درت له الخاطر ولا ما درتش الخاطر وين ديجا هو اللي انفيتاني باش نحط مع داك الشيء ودري كنعرفو مقديم لعبنا ديجا لعبنا تراكات قبل من هذا الشيء هذا قدامين ما كاين فهمتي بحال تمسحو من يوتيوب ولا شي حاجه وانفيتاني مور داك الشيء هذاك ما نقدرش نقول انا الدري صاحبي لا هو عنده نيفو زوين وعنده بيبليك وعنده كذا ما نقدرش علاش نقول لك باي ذا وي سميتو طفلو صاحبي برا شريك يجي عندي الاستوديو انا اللي كنحط له لي توب لاين كنخدمو انا وياه يعني انا وياه هكا مباشره كنقول انت ما نضربش معاك الفيت ما عمرني نضرب معاك الفيت علاش لي توب لاين ديالك وديك شي ديالك راه كل واحد صحبه وليني عزيز عليا كا بيرسون الله يعمرها سلام فالخوت بون كوراج وصلنا لنهايه ديال البرنامج نتمنى ان نكونوا دوزنا حلقه زوينه نتمنى نكون استمتعنا اخلي لكم كلمه اخيره ديمكا كلمه اخيره الناس كيعرفوك اللي كيشاهدوك كلمه اخيره كنشكر هاد الميسيون ديال كولتور شو وكنشكر راديو بليس اللي كتانفيتي لي جون وكدير هاد الميسيون كتقرب الناس من لي جون والافكار ديال لي جون هادي راه تعطشي ليها الناس وكلمه اخيره كنشكر ماما وبابا وصحابي الله يخليهم لك زنزان اخويا نصر قليل الهضره ماشي مشكل لا المهم تشكركم على هاد الانفيتاسيون ما نكرهوش هادشي يزيد يديفلوب اكثر ان شاء الله ونشوفوا حتى حنايا فهمتي دري ولاد فاس باينين في بلايص وحده اخرين والدراري يخدموا بزاف وكلمه اخيره شكرا بعد هذيك انت شخصيا وشكرا للطاقم التقني اللي مورانا اللي خدمتو وصافي هذا هو اللي كاين وشكرا للصام اللي معذب معنا دابا هذا نسينا كلمه اخيره للناس اللي كيعرفوك واللي كيسمعوا لينا كلمه اخيره بغيت نشكر اول حاجه نشكر خويا سعد نشكر راديو بليس وبرنامج بالضبط كولتور شو اش نقول كنشكر هاد الدراري الشباب الرابور ديالنا تبارك الله النيفو طالع بزاف وصراحه يسالوا كل خير وكنتمنى كل التوفيق للبرنامج ديالك خويا سعد شكرا نصاد شكرا لكم بزاف شكرا خالد شكرا اسماعيل شكرا عبد الله شكرا لكم بزاف اللي دتو معنا في هذه الحلقه هذه نتمنى لكم مسيره موفقه ان شاء الله مزيد من التالق مزيد من النجاح ان شاء الله في الميكس تيب بيان سور غادي نستمعوا ليها فاش توجد مرحبا بك دوان ان شاء الله اكيد انت راه ما غادي خصنا نلوحوا الاخر عندك عقوبه انا اسماعيل ما بغيناش نلوحوها كلها اوديوات دابا خدامين على شي معطله خدامين اي بروجي تلحق ليك احسن لان دابا اصلا بنادم رجع كيبغي تفرج ولا لا اكثر من دونك الله يكمل بالخير كوراج الخوت شكرا لكم بزاف اللي سمعتوا لينا على 99.8 شكرا للناس اللي متابعينا على لاباج فيسبوك راديو بليس فيس كنبغيكم بزاف شكرا جمال الرحمن في اخراج هذه الحلقه هذه جمال النهار داز نتوما ربعين الصباح برنامج الصباح والعشيه بعد ما نديروا اخي هذه شكرا يوسف بوهبة شكرا ايضا الزميل ديالنا صديق ديالنا والحبيب ديالنا بلال تحيه كبيره شكرا توفيق شكرا ايا شكرا خيره شكرا مريم شكرا ليكيب كامله شكرا من هنا الخميس الجاي غنقول لكم انتوا وحشكم بزاف تهلاو لي فراسكم بسلامه سي ماي نيم Then you leave